السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعين الأعزاء من كل مكان في فيديو جديد على قناتكم قناة عثمان فيشينج. اليوم إخواني المشاهدين ستعيشون معنا أجواء العمل من داخل سوق بيع الأسماك بالجملة، وستشاهدون الأسماك لحظة تفريغها من صناديق التجميد وفرزها وعرضها في المزاد العلني، وكذلك طريقة تجميعها وتغليفها وتجميدها من طرف المشترين لها. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم فتابعوا معنا. هذا الحوت اللي كتشاهدوا في الصورة إخواني المشاهدين هو حوت ديال الفليك ديال قوارب الصيد التقليدي، وكيعتبر من أجود أنواع السمك. علاش؟ لأنه أسماك كتكون مصطادة بالخيط ماشي بالشبك. وإلا لاحظتوا أن الأسماك كيكون باقى الصنارة في الفم ديالها، هذا دليل على أنها مصيدة بالصنارة ماشي بالشبك. وزيد على ذلك جودة ديال السمك، كيبان السمك باقي بالجودة ديالو، الألوان ديالو وباقي مقوس، يعني الحوت واقف ماشي داوي ولا شي حاجه، حيت هو مصيد بالخيط وتقلص في الوقت المناسب ديالو. قربش عندي، لا خلي كل عبد الله. لكن هل مليح؟ هذه سميتها السكار، هذه السميه ديالها السكار. هذا سميتو فيك السكار. وهذا السمك اللي شاهدتو كتسمى بواسون كوكيت، هذا هو الاسم العلمي ديالها، بواسون كوكيت. كرياج كامل ياك. هادو كلهم اسماك ديال الخيط، مصيدين بالخيط والصنارة ماشي بحال ديال الشبك. ديال الشبك كيكونوا مسخسخين شويه لانهم كيكونوا يقدر يكون الحوت بيت في البحر، الشبك يلاه طلع يقدر يكون مدوز وقت طويل في الشبك، ماشي كيكون مسخسخ. اما هذا حوت حي تبارك الله ديال الخيط. طافي عثمان فيشينغ، سالينا. وهذه الإخوان بياسة صغيرة ديال الكوكروج، وكوكروج كيكون معروف بعينيه الكبار وباللون ديالو اللي كيكون أحمر مائل إلى البرتقالي. كوربينا، دبدوبة، دوراد رويال، زريقة كتنادى أيضا زريقة، الاسم العلمي ديالها دوراد رويال، أو السمكة الملكية كيقولها أيضا آمون. هذا بول برادع في الصحراء كيقول له فم الشيخ. Thank you.
الحوت تبارك الله مقلص مزيان كيف محافظ على الجودة ديالو. طريقة تجميد ديال الأسماك كتلعب دور كبير في الحفاظ على الجودة ديالو. شامة بريكا باجو أنواع مختلفة من الأسماك. هنا غنشوفو عملية ترياج أخرى. هادي بياسة ديال الشامة باكر. واحد البياسة ديال الكوربين تبارك الله كبيرة بقى حي اللهم بارك. بياسة كبار اللهم بارك ديال الشامة. شامة والباقر، الباقر هو اللي كيكون عنده كيقولوا الباقر هذاك اللي عنده الدروة فوق راسو كيتسمى بوعلبة. أما هما كلهم بوسون شامة. والاسم التسويقي ديال الشامة هو باقر أبوان بلو. باقر أبوان بلو هو الاسم التسويقي ديالها. هاد الحوت ديال الخيط كيعتبر من اجود انواع السمك وهو اللي كيتصدر على برا. وهاد الحوت هو اللي كيمشي لافخم مطاعم وكيكون الثمن ديالو مرتفع. وهاد العمليه اللي كتشاهدوا كتسمى الترياج، يعني الحوت كيتخوى من هاد الصناديق ديال التجميد اللي كيسموها البحريه الفريكوات. كيتخوى وكيبدا يتريا، كيتعزل الانواع كل نوع بوحدو وكيتعزل فيه البياسات العيانين من البياسات المزيانين. يمكن لواحد النوع من ديال السمك يتصنف ثلاثة الأصناف أو الأربعة على حسب الأحجام ديالو. كاين الغليظة والمهيانة والرقيقة، وكيبقى الصنف اللي كيكون ناقص. هذه البياسة هي بلاجو رويال. شوف الصنارة باقية في الفم ديالها، شافها مصيدة بالخيط ماشي بالشبك. وكيبان الحوت باقي مقوس، وشوفوا الألوان ديالو تبارك الله بحال يلاه خارج من الفم. هذه بياسة ديال دورة رويال زريقة أو السمكة الملكية كتسمى أيضا أمون. بعد ما كيتريا الحوت كيتفرش في الكارو على حسب الدلالة باش يبدا المزاد العلني على البيع ديال الأسماك. كل عبرة كتحط بوحدها وبالتيكيت ديالها وفيها الوزن ديالها. كل نوع كيتعزل بوحدو، راس كاس، شامة، باقر، باجر رويال، دوراد، دوراد رويال، شامة اللهم بارك، شامة هي اللي كتكون كثيرة بزاف. هذا الركام القرص. الركام كيكون معروف كيكون واقف، اللحم ديالو واقف. لاحظتوا بياسات واقفين. هذا الشيا، هذا الشيا كيكون شتي مرخي، مرخي ماشي بحال الركام. كيكون الراس ديالو طويل شويه لقدام، المنقار ديالو لقدام كيكون طويل شويه، الانف ديالو كيكون طويل لقدام ماشي بحال الركام.
وكيكون مرخي دغيا كيطلو على راحتو. اما الركان كيكون اللحام ديالو واقف، اما الركان كيكون الجسم ديالو واقف. هادو بياسات ديال الركان كتعبروا في الميزان باش يدخلوا الدلالة. شتا الركان يبان لك واقف، ما كيطلواش دغيا، والتم كيكون مختلف عند الرأس ومع عند الذيل ديالو مقارنة بالشياه. لاحظتو الزعنفة ديالو ديال الظهر كتكون واقفة، كيتسمى القرص. وكلهم أنواع ديال القرش. هنا الاخوان الدلالة في المزاد علني على شامة، او تسمعوا العبار ديالها بالكيلو والاثمنة ثمن باش تبعت. والثمن هنا كيختلف على حسب الحجم ديال السمك وعلى حسب الجودة ديالو. 32 كيلو 32 هادي 1500 1500 كيلو 2700 1750 2700 لا 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 2700 هنا ايضا بيعة ديال باجو 19 باجو راه معروف مختلف على شامة من ناحية الرأس، كتكون عنده ديك اللون الرمادي في مقدمة الرأس، والحواف ديال الذيل ديالو كتكون بالأبيض، الذيل الأحمر الحواف ديالو بيضاء، عكس الشامة كتكون كلها حمراء والذيل ديالها أحمر والحواف ديالو سوداء. اللي بغى يعرف الفرق بيناتهم يدخل الفيديوهات في القناة، يدخل القناة راه كاين فيديو كنشرحو فيه الفرق بحيث تفرق ما بين باجو وشامة. هذا الراسكاس دجاجة البحر. هادو بياسات ديال الشامة. الشامة كتكون معروفة بهادوك النقط السوداء على الظهر ديالها بحال الشامات. الناس كيجمعو الحوت ديالهم. إذا لاحظتو هداك السيد كيدير الأسماك في الصندوق في الكرطون، هداك على حساب أنه هو اللي شرا السمك، كيجمع السمك ديالو، كيكون مع الخدام كيجمع السمك اللي شرا. شوف الحوت تبارك الله باقي حي، شوفوا العين ديالو، البؤبؤ ديال العين باقي كحل، هذا دليل على ان السمك باقي جديد. السمك اللي بدا كيقدام كتبدا العين ديالو كتبيض والالوان ديالو كتبدا تبهات. هادو شرايا شراو الحوت ديالهم، هاو كيجمعوا في الصنادق ديالهم، كيديروا لاكلاص ديالو المسائل ديالو لومبالاج ديالو باش يتشارجو ويمشي. كل صندوق كيكون بالعبار ديالو بالوزن ديالو
شحال فيه مقياس ديال السمك، كل حاجة كتقيد. فهنا 25 كيلو، نوع صامة اللي هي شامة، والكونتيتي اللي كتكون في الصندوق هما 5 بياسات. من بعد غيتغطى ويجي لا كلاص من الفوق، كيتسد وكيتشارج. غادي تبعها هنا بلا كلاص، راه تقل جهز لك الموتور. نوع اخر من الاسماك اللي هو باجو، ها هي صندوق مقلص من التحت وعاد تعاود يتقلص من الفوق. هنا كيتقيد على الكرتون، كيتقيد عليها النوع ديالو، كونتيتي والوزن، شحال من سمكة في الصندوق. 4 الاسماك. كنتمنى الاخوان ان يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم وانه كان مفيد لكم. حاولت نشارك معكم هاد الاجواء اللي كتكون داخل السوق، ونتلقوا في فيديو جاي ان شاء الله. شكرا على المتابعة، والى اللقاء فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله. على الجودة.